وزير الخارجية يعلن التزامه بتحسين الوضع في غزة. نقل أخطر مجرم في النمسا إلى السجن العادي. النمسا تشهد مظاهرات ضخمة ضد التطرف مركزها فيينا. منح 1500 يورو للتخلص من أنظمة الغاز في فيينا. تضرر 6 سيارات بعد انهيار جبلي على طريق سريع. واعتقال شخص أثناء محاولته سرقة مسجد في فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن إطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة يتصدر قائمة أولويات السياسة الخارجية النمساوية. وأشار الوزير إلى المعاناة الكبيرة للفلسطينيين خلال 109 أيام الماضية، مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتوفير حماية للسكان المدنيين في غزة، ودعا إلى وضع خطط لضمان السلام والأمان للإسرائيليين والفلسطينيين على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك حل الدولتين. وأكد الوزير أنه سيقدم وجهة نظر بلاده في اجتماع مجلس الأمن في نيويورك. أطلق سراح جوزيف ريتسل بشكل مشروط المدان بجريمة زنا المحارم في أمشتتن بالنمسا السفلى، وسيتم نقله إلى مؤسسة للمجرمين الذين يعانون من الانحراف النفسي. وعقدت جلسة استماع غير علنية وانتهت بالإفراج المشروط عنه، حيث سيبقى الرجل في الوضع الحالي حتى صدور الحكم النهائي. ووصف القرار بنجاح كبير من محاميه، ويشير تقريره النفسي إلى إصابته بالزهايمر وبالتالي عدم خطورته. يذكر أن جوزيف كان متهما بجريمة الاحتجاز لابنته لمدة 24 عاما تحت الأرض، وأنجب منها 7 أطفال، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2009. تشهد العاصمة النمساوية فيينا الجمعة تظاهرات واسعة ضد اليمين المتطرف، وذلك بعد الاحتجاجات الرافضة للتطرف اليميني في ألمانيا. وتنظم المظاهرة في فيينا بعنوان الدفاع عن الديمقراطية أمام البرلمان برعاية منظمات مدنية وسياسية، إضافة لدعم من الحزب الاشتراكي والخضر، حيث يندد المحتجون بالتطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية. ومن المتوقع حضور 5000 إلى 10000 شخص لتشكيل حلقة بشرية حول البرلمان، وسيتم أيضا تنظيم مظاهرات في إنسبروك وسالسبورغ. أعلنت مدينة فيينا عن منح 1000 يورو مكافأة لكل مستأجر أو مالك يحول نظام التدفئة والطهي في منزله من الغاز إلى نظام صديق للبيئة. ويستهدف الدعم الجديد المستأجرين وملاك الشقق الذين يلغون استخدام الغاز، ويشترط على تلقي الدعم التخلص من استخدام الغاز بشكل كامل، وذلك بهدف تحويل 2000 منزل في السنة الأولى. ويمكن أن تصل المكافأة إلى 1500 يورو عند تحويل مبنى سكني كامل، ويمكن للمستأجرين التقديم للحصول على الدعم بعد التحول والحصول على تأكيد من شركة فيينا نيتسن. أدى انهيار صخري في فيينا نويشتات في النمسا السفلى إلى تضرر 6 سيارات كانت على الطريق السريع مساء الأربعاء. ووقع الحادث بين ماريا شوتس وغلوغنيتس، حيث تمت إزالة صخرة ثقيلة باستخدام رافعة يصل وزنها لعدة مئات من الكيلوغرامات. ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، وقد عادت الحركة في كلا اتجاهي الطريق منذ الساعة 11:30 صباحا. وبحسب شركة أصفيناج للطرق، سيتم تثبيت حواجز إضافية لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. اعتقلت الشرطة النمساوية في فيينا شخصا متلبسا أثناء محاولته سرقة مسجد في الحي 15 لأكثر من مرة. وكان اللص البالغ من العمر 50 عاما حاول تنفيذ سرقات متكررة في مسجد لأكثر من مرة، وكشف اللص للشرطة أنه فقد هويته خلال السطو الأول، وعندما حاول الدخول مرة أخرى اكتشفه أفراد المسجد، وقد تم اعتقاله حيث عثر على أدوات السرقة بحوزته، وكان قد زار المسجد مرتين سابقا في نوفمبر وديسمبر، وتم نقله إلى السجن. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة
وإلى اللقاء.